احكي اكثر، بس شفنا رغبه الطلاب بعد مرور 3 اشهر بس على بدايه العام الدراسي، يعني فتره كثير قليله، لما بتشوف هالتلاميذ قد ايه مبسوطين ومحمسين على موضوع الروبوتكس. نحن كمدرسه كثير مبسوطين بالبرنامج، صار في عندنا شيء يعني حافز ايجابي للطلاب مثل سبور قد ايه بحبوها، صار في شيء ميوزك، صار في عندنا كمان روبوتكس ومطرح مفيد للدماغ، وبذات الوقت لنا نحن كاداره عم نلاقي شيء نحفز الطلاب، يعني صار بعيد عن التكنولوجيا كعلاقات كمان عملت حافز ايجابي للطلاب. بالنسبه للبروجرامينج يعني نحن قد ايه عمرنا ما بنعرف شيء، صار لها تلميذ رابع وخامس، شو عم تعمل؟ عم تعمل كذا كذا كذا، اوكي، نحن مش عارفين شيء بس هو بيعرف حاله شو عم يعمل. فهيدي التطور والشغل معكم بس الدكتور جارو بحب نقول انه كمان واحد بس يجيب برنامج، نحن بنعرف شفنا كثير برامج، بس اهم شيء كمان واحد بس ينقي شركه تكون فعلا شركه متعاونه مثل حضرتكم، يعني من كل المطارح، يعني انا دكتور جارو يمكن لازم اشوفك مره بالشهر وبحكي معك 3-4 مرات يمكن بالاسبوع. هيدي المتابعه الفولو اب تبعكم رائعه، كيف تبعكم من اساتذه كمان غير شكل. تيتشرز عيدوا لما نسأل 1000 مرة ب1000 مرة different ways بيرجعوا بيشرحوا. أنا في أولاد هون بعلمهم من الصف الأول أو الثاني ابتدائي، صاروا هلأ بكالوريا. يعني هاي المرة اكتشفت شيء completely new فيهم. روح الـ teamwork، الديناميكية اللي بيناتهم. في عندي ولد قادر ياخد باي اوسموسيز الكونسبت بدون نو نيد تو رايت، وفي عندي واحد كتير شاطر بالميكانكس ما كنت متوقع منه انه يكون هالقد شاطر، يعني سمثينج ديفرنت ما فيك انت تكتشفه ان يور كلاس روم. حبيبي ليك خسرنا على قول معنويات، وين النقاط السلبية اللي أدت لخسارتنا ونطورها فيما بعد لأنه ننجح، ولا بشكل إيجابي بشكل إيجابي. وبنفس الوقت بدنا نكون مدربته مدرسته، مدربه بي تي سي انه حبيبي اليوم ربحنا وشركتك هون وجودك هون هو الربح. هذه خلاصه 3 اشياء الاساسيه اللي انا شفتها واللي طورها بي تي سي وحمسها طورها من مؤسستنا. طبعا عوده طلاب المستقبل استاذ، وهي المنافسه برجع بأكدكم عليها انه بقاع بحاجه انا وانتو نفرجي الصوره الصحيحه عن الربح. هيك اهل البعض، هيدي هي عقول البعض، هي اساتذه البعض، وهي طلاب البعض، وهي